سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال: نعم الولد البنات ملطفات مجهزات مؤنسات باكيات ومباركات. وفي حديث واحد آخر عنه عليه الصلاة والسلام تيقول: من كانت له ابنة واحدة كانت خير من ألف حجة وألف غزوة وألف بدنة وألف ضيافة. فوجود البنت هي بركة في البيت، لكن للأسف هناك آباء ربي ما عطاهمش هذا الفهم وما حطش لهم الرحمة في قلوبهم على البنيات ديالهم. في حكايتنا الليلة بغيت نقول لكم فيها: تخيلي تحلي عينك وسط أب جاهل وظالم ومتقيش الله فيك، تخيلي يكون عندك أب كيستغلك وكيدك من دار لدار باش تجيبي ليه الفلوس، وماشي حيتاش هو محتاجهم ولكن حيتاش هو بغى وهو دير بحال هكا. تبعوا معنا حلقة الليلة لأنها حلقة إنسانية بامتياز وما يمكنش تخرجوا منها وما تستفدوا والو. سلام سلام، فخلينا ما نتعطلش عليكم أكثر ونقول لكم لنبدأ. ما بين الأسماء اللي اختاريتو ديك النهار كاسم مستعار، شكرا لحقاش جاوبتو معايا في التعليق، فالاسم اللي اختاريناه لصاحبة الحكاية اليوم غيكون أسماء. كتقول أسماء: حليت عيني وسط عائلة اللي ما عندناش وما خصناش والحمد لله. وانتوما كتعرفوا أنه الناس ديال البلاد كيكبروا غير بالفلاحة. كبرت في عائلة ما بيهاش من ناحية المادية، حنا بينا 5 ديال البنات وولد. الأب والأم ديالي لا علاقة مع بعضهم، الأب قاسي جدا وبما تحمله الكلمة من معنى. كبرت وأنا تنشوف العصا منذ نعومة الأظافر ديولي. تخيلوا 3 سنين 4 سنين كتاكلي العصا وعلى أبسط حاجة، لا ما ديريش هذه لا ماشي هذه، وكتاكلي العصا في الدخلة والخارجة. وبحكم أنه كل شيء الدراري نتاع داك الدوار كبروا بنفس الطريقة، فكنت نقول ربما هذا الشيء راه عادي وهذه هي الطريق الصحيح ديال التربية. ولكن مع الوقت غدا وأنا تنكبر تنشوف اللي أنه مع الأب ديالي العصا غدا وكتزاد بزاف على التربية وعلى ناس الآخرين وعلى حتى على الجيران اللي حتى هما كانوا كيعصيو ولادهم، ولكن ماشي بهذيك الطريقه نتاع فين ما جات الضربه. وفاش نقول لكم العصا بمعنى في 3 سنين كتصرفقي كتضربي بشي الف في وجهك في راسك، ولا كتكوني كتاكلي حتى كتجيك شي ضربه ما كتفهميش منين جاتك. المهم حنا كنكبروا وكنسرحوا وراكم عارفين، كنا تمشوا مع الاب ديالنا الفلاحه شويه دخلنا بالجامع باش نقراو. المهم غادي نطرق من راسي وغادي نحكي حكايتي حيت خواتاتي بوحدهم وكل وحده فينا والقصه ديالها. ولكن الاب ديالي كان معروف عليه انه كيدي بناته يخدموا في الديور عند الناس. حنا كنا كنقولوا بلي انه هذا الامر عادي، اختي الكبيره كاع غادي يزوجها با على خفله. نقول لكم كيف وقع. كانت مسكينه حتى هي كتخدم عند الناس، وجا العيد الكبير باش تدوزو معانا، وجاب ليها با واحد الانسان مدمن وقال ليها غادي تزوجي به وبزز منك، مع انه الناس تيقولوا ليه راك كتلوح بنتك لجهنم، هاد الانسان راه ما صالحش لا خدمه لا مستقبل والبليه والعصا. قال لهم لا والو، غادي يجيب ليه زوج ديال قوام ديال السكر ودور معاه وقال ليه سير ديها. بقى كنعقل في العرس ديال اختي بحال البارح، وهما كانوا كيصايبوا ليها وهي كتبكي كتقول لهم ما بغيتوش. نهار عرسها كانت عندها الجنازه، كانت كتقول اللهم تمر مع الناس ولا هاد السواج، المهم غادي يزوجوا ليها وصيفطوها. المهم كنزيد نكبر، اختي الاخرى كتخرج تخدم، حتى بقيت انا مع زوج خواتاتي اللي صغر مني اللي كنت كتحمل المسؤوليه ديال كل شيء، اذا شي حد دار شي حاجه انا اللي كنت كناكل على العصا. قريت شويه ودخلت للمدرسه، وكنت كنتعرض للتنمر كبير من قبل الاساتذه، وكان كيجيبني با بالعصا وكيديني بالعصا. تخيلوا وقت ما كنت نخرج من المدرسه في سن ما بين 7 سنين 6 سنين كنت كنلقى الاب ديالي واقف لي حدا المدرسه، حيتاش كنكون واقفه مع شي صاحبتي اولا كنكونوا كنتمشاو بشويه كيشدني من شعري وكيجرني اولا تيوكلني العصا ويتبعني بالحجر حتى للدار. ولا قلت ليه انا ما تنقدرش نمشي للمدرسه حيتاش عارفه بلي انهم غادي يضحكوا عليا صحابي ويقولوا بلي جاباك وداك بالعصا، كيديني بزز مني وبنفس الطريقه ديال العنف، حتى كيوصلني ويدفعني للقسم ويقول لي دخلي. ومن بعد تيقول الاستاذ ولا الاستاذه اذا دارت شي حاجه ولا تحركت من بلاصتها انا سنعطيكم الاذن انكم تقتلوها، راها فاعله وتاركه. وفعلا ولفوها فيا الدراري انهم كيتعداو عليا، حتى تعقدت وما تليتش باغا نمشي حيتاش فينا هو اصلا الدماغ باش نقرا. من مورا فاش شاف باب لي يلا بديت كنتقبل ونفهم شي شويه في ديك الحياه غادي يخرجني، وقال لي انت ما غادي ديري والو وانا ما تعلمت مازال حتى شي حاجه، بحال يلا مشيت للمدرسه وطليت عليها ورجعت ما كنعرف حتى شي حروف وسميتي ما كنكتبهاش. قال لي انت الحاجه اللي كتصلح لك هي تخرجي تسرحي، وصراحه ما بقاش فيا الحل لانه ما كنتش لقيت الظروف في نقرا، بقوت ما كنتعرض للعصا والتنمر ديال صحاباتي. صافي كرهت المدرسه وقلت حسن منين خرجت ونجلس في الدار حتى غادي نتفاجئ بحدث واحد اخر. قال لي غادي ندخلك للجامع تعلمي فيه القرايه. في نفس ذاك الوقت اللي كانت عندي فيها 8 سنين غادي ندخل نقرا شويه ديال الحروف والفقيه حتى هو ما كاين غير العصا في اليدين والرجلين. ملي شافني الاب ديالي كبرت عرفتوا العقليه ديال الرجال ديال العروبيه،
فاش كديري 10 سنين تيقول لك بركه عليك من القرايه، خصك تعلمي الطياب وتحملي المسؤوليه ديال الدار بيد ما ديري 13 سنه باش الا جا شي راجل تزوجتي به تعرفي طيبي ليه باش ما يردكش بهذا المعنى. جلست في الدار وانا كل امل انه غادي يجي شي نهار با غادي يتبدل. طبيعه الحال ما تنقولش بلي انني كنت درويشه، راني كنت بخبيستي وفيها الزعامه، ولكن ما كنتش كنستحق العصا لانه كنت كنعيش الطفوله ديالي ببساطه. المهم كنا حنا تنديروا داكشي ديال الزيتون، واحد النهار قال لي با غير توصل 12 غادي نسبقوك انا والفلاحه نمشيو بكري وتتبعينا. وديك الزربه ديالو كنا باقيين تنفطروا ما سولتوش فين، حيت قال لي غير هاد البلاصه، وديك البلاصه كانت بعيده وفيها بزاف ديال القنات. ديك الوقيته فاش سولت امي فين مشاو قالت لي ما عرفش وما شفتهمش، وحتى ديك البلاصه اللي كنت ناويه نمشي ليها قالت لي امي راه بعيده عليك وراه الغابه ويقدر يتشدك شي حد تمايا ويتعدى عليك. قلت لها عرفتي شنو غادي ندير امي؟ غادي نمشي انا وياك لواحد الشجره ديال الزيتون نجمعو من هذوك الزويتينات ونجيب با نعطيهم ليه، على اساس راني ما جيتش عندك ولكن مشيت درت شي حاجه اللي هي مهمه ماشي غير كنت جالسه. فعلا داكشي اللي درت، مشيت انا وامي حتى عمرنا هذيك الكفه ودخلت للدار وجالسه كنتسنى فرحانه، حيت اول مره كنمشي كنعمر هذه الكفه وانا باقه في هذاك السن. قلت غير غيدخل با ويشوفها زعما واخا ما لحقتش عليكم حيت معاك الرجاله، واصلا با فاش يكونوا معاه تيخليني في شي قنت وتيمشي بعيد كياكل معاهم وتنخاف لي تعرض ليا شي حد. المهم جابا يلا بغيت نقول ليه شوف شنو درت مع الدخله، اقسم لكم بالله كانت تفاجئ انه جاي جهتي مباشره وهز معاه اعزكم الله داك الجام اللي تيديروه في الفم نتاع العود وغادي يطويه حتى غادي تبقى في خير ديك الخرصه اللي كدار في الفم ديال الحمار ولا ديال العود اعزكم الله، وكانت قاسحه كتكون مدوره وفيها واحد الحديده اللي هي كبيره وخليضه بزاف وغادي يبدا عليا بالضرب. وفين ما كان ضربني في راسي، ضربني في الدات ديالي بهذاك الحر، مع كنا كنشربوا اتاي تعكلت في ديك الصينيه وطحت على امي باش تحميني، وبدا ضربه فيا وضربه فيها بطريقه وحشيه. تنشوف كيضرب امي وهي اصلا مريضه، ديك الوقيته قلت لي صافي غير بلاتي نخرج من هنا، وشدني ضربني غير باش ما يضربهاش. خرجت من هذاك البيت وبقى كيضربني وتيقول لي غادي نضربك هكا حتى نقتلك. امي كتجرف فيا وانا تنقول لها غير تلقيني، اقسم بالله الا زرقني لحمي ما بقاش عنده اللون، اولا ما عرفش واش زراق ولا كحال ولا خضار، بقى كيضرب فيا حتى ما بقيتش كنحس بذاتي، وحتى البكا حبستو بقيت غير جالسه بحال شي صنم كنتسنى غير يسالي ونطيح ونموت ولا توقع ليا شي حاجه. طحت للارض ما بقاش كنتحرك وسحب لي بلي انني مت، ولكن ماشي جا باش يشوفني ولا يشوف شنو وقع ليا، قال لي حتى العشيه ونكمل لك حيت الناس دابا غادي يبقاو كيسمعوني تنغوت حتى يمشيو في حالهم وغادي نكمل معاك. بديك العصا اللي كليت ما بقيتش قادره نتحرك من بلاصتي، لدرجه فاش جات امي تهزني البلاصه اللي قاستني كتهزني منها تنقول لها ما تقيسينيش عافاك غير خليني، كنغوت لربي اللي خلقني بكثره الالم والذات ديالي اللي تهرسات. حسيت بحال تعرضت لشي حادثه اللي هي خطيره. دازت ديك المده اللي فيها امي مسكينه ما خلات ما دارت ليا، مره دير ليا شي حشبه مره كتشربني شي حاجه حتى برد شي شويه، ورغم هادشي كله كنت بقيت كناكل في العصا بالترفيق بالركيل. وبا كانت عنده واحد الوسيله باش كانت يهلكنا بالعصا، كانت عنده واحد العصا ديال الزيتون اللي كان تيقشرها وكيدخلها في واحد التيو كيحطها، كان تيضرب بها الحمار عزكم الله، وفاش كيدخل الدار كان تيضربنا بها. دازت المده وتعيشنا مع داك الوضع، كان كيسد على الماكله. واحد النهار جا شي واحد من منبر اعلامي وبدا كيشكي عليه با وكيغوت وكيقول ليه راه ما عندناش ما ناكلو، وقسم بالله الا حنا اكثر ناس معروفين في داك الدوار بلي اننا ميسرين من الناحيه الماديه. وقت ما تقدى كان كيجي كيدخل داكشي لواحد البيت وكيسد عليه وكيعطينا بطاطا وحده وخيزوه ومطيشه نتغداو بها حنا وخويا ومرتو ولادها وخواتها امي. هذيك البطيطه وخيزوه في الطاجين يوميا يوميا، والدقيق تيخوي لينا بالعبار زوج زلايف كل نهار، لدرجه ان امي مسكينه كانت كتشوف فينا الجوع انا وخواتاتي، وهي كيكون باقي فيها الجوع كتاكل زوج دغيمات وكترجع للور وتقول لنا راه شبعت غير باش تخلينا حنا ناكلو. زيت العود هي باش كنفطرو هي باش كنتعشاو، الخير موجود وسط داك البيت وهو معيشنا في القاره. خوتو ميسر عليهم الله تيعطيو الفلوس من غير اختي اللي كتخدم في الديور واللي كيتخلص عليها ب 40000 ريال في الشهر، ما كان يخلي ما يجيب لراسو ديما تيجيب واحد امي كعامره بكاكاو والبيستاش والانواع ديال الفواكه وكيحطها وكياكل فيها قدامنا، وملي كيشوف فينا كنشوفو فيه تيبقى يقول لنا حضروا عينيكم ما تبقاوش تخنزرو فيا يعدو بالله منكم. ومعه هو عازل راسو بوحدو تينعس بوحدو في واحد البيت وعازل فراشو احسن فراش واحسن ماط كانوا عنده، وحنا كنا كنموتو بالبرد وتنفرشو غير دوك الزرابي اللي كانوا كيصايبوا العيالات القدام شحال هادي غير بالحوايج. ملي كندخل البيت وكنجمع ليه فراشو كنلقى فيه انواع ديال اليوغورت وبيمو والديسير، بعض المرات كنلقى شي حاجه مازال باقيه كنهزها ليه وكناكلها. دازت المده
وتعيشت مع داك الشيء والعصا في العشيه ومنعني من الجيران، واذا جا لقانا خرجنا عند صحابنا عند الجيران كناكلوا واحد مولاتي القتله، لدرجه واحد الوقيته اللحم ديالي ما بقاش كيحس بالعصا بقوت ما انني كنت ناكلها بالليل وبالنهار. تخيلوا حتى وليت كنتحدى وندير اللي بغيت، واخا كناكل ديك العصا كنت كنبردها ولكن ندير اللي في راسي. من تما بقيت كنتعاند معاه، ولا كيشوفني وليت داسر وما كنتسوقش ليه، حتى ولا كيتنمر عليا باش يقضي عليا. وصلت بيه الجراه انه كيحطني قدام خواتاتي وكيقول لهم شوفوا جبهتها كيفاش دايره، ما عرفش كيفاش درت حتى ولدتك، ولا كيتنمر عليا قدام الناس ولا يقول لي سري عمري اتاي، وكيكونوا قدامه الرجاله وكيسمعني بشي هضره ما خصهاش تتقال قدام الناس. زوج خواتاتي الصغار مفشهم واحد شويه وصافي، غير كيجيب لهم اليوغورت كان كيقول لهم ما تعطيوهاش، ولا يدخلهم لبيته ويقول لهم هاكو كلوا الليمون عاد خرجوا باش ما تشوفكمش اسماء. ومع خواتاتي باقيين صغار اذا مشيت عند شي وحده فيهم وقلت لها عافاك ذوقيني ولا عطيني كتبقى كتغوت، كيجيب با كيعطيني قتله ديال العصا ويقول لي راكي كبرتي على هذا الشيء. عرفتي علاش كيقول لي كبرتي على هذا الشيء؟ حيت عندي 11 سنه، وحنا عندنا في البلاد هاد السن تيقولوا فيه بلي انك راك كبرتي على اليوغورت وماشي ديالك، حيت هو غير ديال الدراري الصغار. المهم دازت واحد المده ومشيت نسقي حتى كنسمع الغوات عندنا في الدار ديال امي وبا اللي كانوا كيتخاصموا، قلت يمكن كيتناقشوا حيت ولفناهم ديما مناكرين. غادي نعمر البيدوات ديالي بالماء وتميت جايه للدار، مع الدخله كنلقى با شانق على امي وقجة وهي ما قدرتش تغوت وما بقى ليها والو تموت، وكانوا عيني حمرين. بديك الصدمه غادي نطلق دوك البيدوات ديال الماء وغادي نقفز ونشد فيه ونبغي نحيد ليه يديه، كتبان لي امي روحها بغات تخرج وعينيها تقلبوا. هو ما تيدويش ما كينطقش غير قجة وساكت. انا تنغوت وكنعيط على مرت خويا اجي عتقي، فاش بغات تشدو دفعها وهددها بشي كلام ورجعت للور، ما لقيتش الحل غادي نعطو من رجليه حتى تلقاه تحت الارض. ملي شافني دافعت عليها اقسم لكم بالله هز ديك البيدوزه ديال الماء وضربني بها، فاش بغيت نحمي راسي درت يدي وانا ناكلها ديال بصح، حسيت بشي حاجه ماشي حتى لهيه. فاش شفت امي تكعدات وهزت الكسوه ديالها وخرجت تتجري، انا عرفتها انها غادي تمشي لدارهم اللي كانت بعيده ووسط من الغابه. انا شفتها خرجت من واحد الباب، انا خرجت من باب واحد اخر، ما بقى كيبان ليا والو. خرجت كنتبعها والدم كيتقطر ليا من شي بلاصه من الجسد ديالي ما عرفتش فين. با تابعني بالحجر وانا تنخوت وكنعيط لامي ما تخليناش عافاك، علما انه كانت عندي غير 11 سنه وخواتاتي باقيين صغارات شادين في بعضياتهم وجالسين في واحد القنت ما فاهمين والو. كان مشهد سينمائي بامتياز. لحقت على امي اللي مشات لعند واحد الجاره اللي كانت كبيره ومعروفه في ديك البلاد وكلشي تيحترمها حيت كانت قديمه تما، لقيتها جالسه هي وياها. بقيت نقولها امي ياك ما غاديش تمشي وتخلينا، هي كتقول لي شوفي يدك يا بنتي، وانا عاد كنستوعب بلي انه كنلقى في يدي اليسرى طارت لي الجلده كلها من الفوق، حيت دوك البيدوزات باش ضربني با كانت شي جهه فيهم ماضيه. اصريت انها ترجع معايا للدار. تخيلوا هادشي كله علاش وقع؟ اذا قلت لكم انا متاكده غادي تضحكوا. ضربوا على باكيه ديال المسحوق باش تيغسلوا الحوايج، با تيجيب داكشي ديال الجوطيه وتيقول ليها صبنيهم ليا وتيعاود البيع فيهم. هي قالت لي جيب لي المسحوق اذا بغيتي نصبن لك، راه ما غاديش نشري الصابون من عندي. غادي تزيد معاها في الهضره وغادي يقجع. المهم رجعنا للدار غادي نطيح نغيب حتى لغد ليه. لما كنفيق الصباح كنشم الريحه ديال الشواء، سولت امي قالت لي ربك اللي جاب القطبان البارح وشويناه. قالت لي راك صبحتي كتنقزي وكطيري فوق الفراش، ما قدرناش نتحكموا فيك وانت تعاودي تغيبي. تخيلوا كليت هلكه ديال العصا وغيبت وهما واكلين الشواء وناشطين وما عرفوش شنو كان يقدر يوقع ليا. تما حسيت بلي انني ما كنتميش لهاد العائله. من ديك الساعه تبدلت ولات فيا انسانه واحده اخرى عنيفه، واللي قالوا لي ما ديريش هو اللي تنديرو باش نفقصهم ونمرضهم. واخا امي كانت ضحيه ديك الساعه ولكن ما كنت تنفرق ما بين تحد. وصلت واحد الوقت الجيران كنت تنضربهم وكنعض الدراري الصغار ولا كنت تنضربهم بالحجر. واحد النهار نهار الاربعاء بقى مازال كنعقل، فاش شافني با بلي انني ما بقاش قاد عليا مشى للسوق ورجع وقال لي صبني حويجاتك غادي نمشيو لواحد المدينه. انا في ذاك الوقت فرحت غادي نتفك منه وما غاديش نبقى كناكل العصا، غنولي نلبس حوايج مزيانين، غادي نمشي نشوف عالم واحد اخر. هادشي اللي كان كيقول لي راسي، ما كنتش عارفه بلي انني غدا نمشي نكتب في كتابي قصه واحده اخرى وطويله. جمعت حوايجي وامي كانت عارفه شنو كاين وفين غدا، كانت كتقول لي غردي البال لراسك، عقدتي في حياتي فوق من راسي ولبست كسيوه وصبابيط ديال الميكا. اول ما حطيت رجلي في المحطه كلشي كيشوف فيا وتيقولوا ربا واش هاد البنيته ديال الزواج،
حيت كنت كنبان عاطيه العين. غادي نوصل ديك المدينه كتجي واحد المراه في طوموبيل تاع مع واحد الراجل وتيشوفوا فيا وقالوا ليه شحال عندها. قال لهم عندها 13 سنه وانا كانت عندي غير 11 عام. ركبنا وصلنا لواحد الفيلا قداش نعيه تنقول واو واش انا غادي نعيش هنا. فرحت وعجبني الحال. كنتفاجئ كندخل كنتلاقى واحد البنيسه صغيره اللي هي بنتهم خوات اللعاب في الارض وبدات كتلعب بهم. مشيت كنجري واقفه كنشوف فيها وكتقول لي ديك المراه زيدي دخلي بنتي زيدي. بقات كتقول لي غادي نتهلا فيك بحال بنتي وراك ما ديري والو من غير انك تقبلي لي هاد البنيته اللي عندي غير هي. فرحت وقلت الحمد لله عمرني ما لعبت في حياتي غادي نبدا نلعب مع هاد البنيته. حطات كاس ديال اتاي مشات جابت فلوس عطاتهم لبا ودارهم في جيبو باش ما نشوفهمش وانا كنت قافزه وفهمت اشنو وقع. بقيت كنشوف فيه وتنقول ليه صافي راك غادي واخا كان عنيف معايا. غير هو خرج مع الباب جات عندي مرات الدار قالت لي اش كتسناي واش نعرض عليك. انا ما كنت فاهمه والو. قالت لي هزي هاد الماعن وتبعيني الكوزينه. تبعتها لقيت عران ديال الماعن كتقول لي تغسلي هادو وتجرني عاوتاني تقول لي غديري هادي وتعاود تجرني وتقول لي غديري هادي. انا ما فاهمه والو غير تنشوف فيها وتبعها وتنقول لها واخا. كنقول هي قالت لي غتبقاي غير تلعبي ليا مع هاد البنيته. لافابو والله ما كنت كنوصل ليه. جابت لي كرسي كبير يلا لحقت باش انا نغسل دوك الماعن. ما غسلتهمش مزيان وعاوتاني غادي تلوحهم ليا من جديد باش انني نعاود نغسلهم. من بعد فاش وصل الليل قالت لي جي نوريك فين تنعسي. داتني لواحد البيت واش لاكاف ولا كان طواليت ولا ما عرفتش اش داك الشيء عامره بالحوايج ومرونه. فرشات لي في الارض والاول فرشات لي واحد الميكا عاد المنطه كانت فيقني الصباح بكري دوزت معاها العذاب. كنت كنشوف بنتها كتخرج الصباح كتمشي للمدرسه ويديها باها وكنقول علاش انا ما عايشاش هاد الحياه. ياما معاناه دوزت عليا وانا عندي 11 12 سنه. دوزت معاها مده وكل نهار كنت نطلبها ندوي غير مع امي. كل نهار كتقول لي غدا غدا عمرني ما دويت معاها. بابا مبقاش كيجي لعندي ولات غير كتصيفط ليه الفلوس كيخاف يجي ونلصق فيه. ويا ما فكرت نطلع للسطح وننتحر بداك الضغط. وكان شي حاجه كتقول لي في راسي لا ماشي هذا هو الحل وكنت راجع في اخر لحظه. كتقول الاسماء اللي بكى اذا كنت بغيت نبكي. كنت حتى كندخل الطواليط عزكم الله وكنبقى كنبكي حتى كنشبع ونغسل وجهي ونخرج. توحشت امي توحشت خواتاتي. 3 شهور ما دويت معاهم حتى لواحد النهار جابا من بعد هذا الوقت وشاف حالتي حاله لصقت فيه لصقه باش يديني معاه. قدام با بدات تقول لي ديك المراه ياك تنوكلك وكنشربك وندير ليك ونف. خرجني من عندهم با وبديت كنطلب غير نرجع فحالنا لدارنا. قال لي شو غادي ديري في البلاد غنديك عند هاد الناس اللي هما حسان من هادي. وهنا غادي تعاود نفس السيناريو اللي دخلت عندها كدوز عليا جميع انواع التكرفيس. في سن صغير عشت العذاب بمحاوله اغتصاب من ولاد الناس. خدمت عند عدد لا يحصى من الناس ودادو تفاصيل كثيره اللي يمكن نهار ديال الحكايه ما غاديش يكفيني. من دار لدار وكل دار وشنو كيوقع فيها وكل دار والحكايه ديالها. تخيلوا كنت كنتسخر وكنتهضر وما كنتش كنعرف العربيه. فاش كان تيوصلني شي مول الحانوت اللي عند مولات الدار كانت تتهلكني بالعصا وتتهمني بلي انني كنت ندور مع الزوافريه وانا ما قادراش ندافع على راسي. دازوا سنوات وشهور واخر حدث بقى عقل عليه هو انني غادي نمشي نخدم عند واحد السيده عندها فيلا كبيره بحال شي قصر ومعروفه وعندها بزاف ديال الخدم. فجيت لعندها كانوا عندها شي 12 البنت اللي كيخدموها زوج ميناج زوج طيابات زوج هادي زوج هادي. الناس اللي خدامين في ديك الدار اكثر من الناس اللي عايشين فيها. كانت انسانه قاصحه بزاف وخايبه في التعامل ديالها وكانت صحيحه وكتريني. واخا كانت كبيره في العمر كانت كدوي غير بالعصا. كنت كنشوف البنات كياكلوا العصا عندها وكانت كتطلع عندها البنات كلهم كدير لهم اجتماع الا انا. كانت كتقول لهم هذيك باقا جديده ما نشوفهاش دابا. تما كانت كل عامله كتحفر لوحده اخرى اولا كتغرق لاخرى اولا كتاخذ الفلوس على ظهر وحده اخرى. كل نهار وحده كتهز شاكوشها كتمشي ما كتعاود ترجع. هاللي كتقول انا غدا الحمام هاللي وحده كتقول غنمشي نتسخر تيمشيو ما تيرجعوش كيهربوا. كاينه اللي كتسمح في حوايجها وكتهرب وكاينه اللي سمحات حتى في الرزق ديالها. كل شي هرب حتى بقينا بين اربعه. تخيلوا ما كانوش تيمشيو بواحد الطريقه اللي هي سلسه لا حيتاش كانوا كيسنوا مع كونطرات ديال عام وما تيقدوش عليهم. حيتاش ديك السيده بامكانها انها تقتل شي وحده فيهم وتطوي الملف ديالها حيت كانت عندها سلطه. فالبنات كانوا تيخافوا على ريوسهم حتى بقينا بين اربعه. وحده تزوجت ومشات وحده جابها داها ومشات وحده اخرى حتى هي مشات وبقيت غير انا بوحدي. ديك المده وانا عندها كنت كناكل قتله ديال العصا. قالت لي غادي نجيب لك زوج ديال البنات يعاونوك وبما انك عارفه الدار والقواعد ديالها فما حدهم مازال ما تعلموا هاد البنات وما عارفينش شي حاجه هنا. فانت اللي غادي تحملي المسؤوليه ديالهم وغادي تاكلي العصا في بلاصتهم اذا داروا شي حاجه ما عجبتنيش. المهم شي وحده من ديك البنات ما دارت شي حاجه مزيانه ما مسحاتش الخبره. شدتني ديك مولات الدار عطاتني هلكه ديال العصا ودفعتني في الدروش. قلت اليوم غادي نموت واذا ما متش صافي بركه خاصني ضروري نهرب.
قبل عييت ما نعيط على با ونشكي عليه وسط شنو تنعيش باش يجي يديني. والو غادي نمشي عند دوك البنات ونقول لهم عافاكم بغيتكم تعاونوا معايا، ودات خطه جهنميه باش انني نهرب. بما انه ديك مولات الفيلا كتعرف بلي انه البنات كيهربوا، فغير كتوصل ديك العشرة ديال الليل بيد ما سقينا الجرده ورحنا الزبل اعزكم الله، كتقفل هذاك الباب اللي كيخرج للزنقه ودي معاها السوات وتشعل الكاميرات. وبما انني طولت في ديك الفيلا كنت عارفه انه كاين باب واحد اخر من الصالون. اول حاجه درت ديك العشيه هي مشيت تاكدت من الساروت نتاع داك الباب واش كاينه، وكنت عارفه الكاميرات البلايص اللي كانوا كيشدوا. المهم غادي نحفظ مزيان الخطه ديالي هذاك النهار كامل. من بعد غادي نعيط على واحد ولد خالتي اجي يديني، ولا ندير في راسي شي كارثه. هو خايف يدخل في هاد الامور لانه كان عارف باب لانه واعر، ورغم هادشي قبل انه يتعرض ليا ويهربني يعاونني. درت معاه في الفجر قبل ما يطلع الضو وجمعت حوايجي وبقيت جالسه كنتسنى وتنحسب في كل ثانيه وكل دقيقه وكل ساعه. المهم خرجت وبديت كنجري وكنتخبى من دوك الكاميرات، وديك البلاصه كانت غير الخلا وغابه عامره بالمتشردين. كنجري وكنطلب من الله يحفظني حتى وصلت وكنتفاجئ البلاصه اللي درت فيها مع ولد خالتي ما جاش. بديت كندوي ليه تليفونه وطافي، قلت صافي تفلى عليا. حتى وقف عليا وداني لواحد البيت فين كيسكن في السطح حتى سالا خدمته ودازو تفاصيل واحد اخرين. المهم الخلاصه نتاع بزاف ديال المواقف وبزاف ديال الناس اللي خدمت عندهم بعد هاد الحادثه، انا اليوم عندي 23 سنه، وهاد السن اذا مشيت فيه البلاد راني خليت تما مئات البنيتات اللي كانوا صغارات وصغر مني وكلهم ولدوا، والعائله والجيران كلشي تيقول لي ما يمكنش تبقاي انت حتى لهاد السن ما مزوجاش راكي مسحوره. انا رسالتي من قصتي اليوم انني بغيت نقول للبنات ماشي حيتاش كتعيشوا واحد الظروف معينه غادي تنوضوا تفكوا مشكل بمشكل. ما تهربيش من ظروفك الزواج اللي غيتكرفس عليك فيه. نقولوا ماشي مشكل انك تزوجي، ولكن باش تولدي ولاد باش تعيشيهم نفس العذاب لا. ما تقولوش الظروف خلاتني نخرج الزنقه، ويا ما عروض جاوني بزاف انني نفسدها عزكم الله. عمرني ما قبلت على راسي انني نمشي مع شي واحد ولا نعطي شرفي، لانه بالنسبه ليا ذاتي شي حاجه ليا مقدسه. صحيح انه تهنيت بزاف واخيب مهنه هي تخدمي عند الناس في الديور، حيتاش كتكوني شفاف، اللي ما بغاش شي حاجه تيعطيها لك، اللي تقطعت ليه شي حاجه كيلبسها لك، واللي شط عليه شي حاجه كيوكلها لك. بزاف ديال المعاناه. ولكن اليوم انا القصه بغيت نقول لكم باللي راني باقي تنخدم نفس الخدمه، ولكن الحلم ديالي ما كيتوقفش هنا. اليوم لقاني الله مع انسانه رائعه عند من تنخدم، واللي اول مره انسانه غتعامل معايا من باب الانسانيه. وبما انها طبيبه نفسانيه عاونتني بزاف انني نتصالح مع الماضي ديالي ومع شنو دار لي با، ولقى لي الاعذار على داكشي اللي دوز عليا ونسامحو. لقات معايا حل اللي خرجني انا وياه، اننا نقسموا الصالير ديالي، كنعطي 20000 ريال وكناخذ 20000 ريال. عافاكم طلب مني، ما تخليوش وليداتكم يتحملوا مسؤوليه ديال الاخطاء ديالكم او للجهل ديالكم او لانعدام المسؤوليه ديالكم. انا عندي احلام وطموحات وخدامه عليهم، وخدامه حتى على اختي الصغيره باش انها تكمل قرايتها وتحقق داكشي اللي انا ما قدرتش نحقق بقرايتي. وهادشي ما كيعنيش انني ما نتقفش راسي، وانا في شغلاتي اليوميه كنسمع المواضيع مهمه اللي كتزيد بيا القدام وكنناقشها مع اختي. وهذه هي حكايتي، وهذه هي كانت حكاية أسماء، حكاية ملهمة إيجابية. صحيح أنه دازو فيها بزاف ديال الأمور اللي هما خايبين، ولكن النهاية زوينة كتبشر بالخير، وكتقول لأي وحدة مهما الظروف ديالها أو قساوة القدر على حياتها، هذا ما تيعنيش أنك تسلمي وأنك ما تبني حتى حاجة في حياتك وتحرمي راسك من أحلام وطموحات. أسماء كتطلب منكم أنكم تدعوا معاها باش يعاونها الله بعد هادشي كله اللي دازت منه، وأيضا طلبت منكم باش أنكم تخليوا لها كلام زوين يفرحها ويخليها أنها تبقى واقفة على راسها على أختها وعلى أحلامها. شكرا أسماء على التفاصيل الكثيرة اللي شاركتي معنا، وخا ما قدرتش نعاودها كلها. شكرا على الدرس ديال اليوم، شكرا على قوتك، على شجاعتك وعلى الإيجابية ديالك. تلقاو بعد غدا. سلام سلام.